شاركتي إلى جانب خبراء في اكتشاف لقاحات جديدة أو اكتشاف أدوية. يعني حدثنا على هذه، يعني هذه بصيص أمل، بصيص أمل المرضى ديال الزهايمر أنه ممكن من دابا سنوات قليلة نكتشفوا دواء شافي لهذا المرض. فيما يخص الجواب على هذا السؤال هذا، أولا كان لي الشرف هو أنني نكون واحد من الأربعة علماء اللي هما اكتشفوا أول لقاح لمرض الألزهايمر، ولأول مرة كينجح الحيوانات الحاملة للمرض، واللي هو نشير في مجلات علمية عالمية والناس المختصين تعرفوا هذا الشيء. ثم جينا باللقاح الثاني، كان هذا الأول درناه في 2007، ثم جينا باللقاح الثاني في 2011 اللي هو لأول مرة بطريقة ثانية اللي هي طريقة جد متقدمة على اللقاح الأول، وكذلك اللي هو الأول في العالم. الحمد لله كنت كذلك واحد من الأربعة علماء تانيين، ماشي نفس المجموعة، وأنا واحد كذلك من الأربعة الأخرين اللي هما اكتشفوا اللقاح الثاني، وبدينا كنشتغلوا على هاد اللقاحات هادو. أولا منين جبنا هاد النتائج اللي هي لأول مرة إيجابية، لابد تنتظر من شركة الصيدلة والجامعات يعني الباحثين الآخرين أنهم يكرروا هاد التجربة هادي هما. الحمد لله مجموعة كبيرة داروا نفس التجربة ووصلوا لنفس النتائج، أن احنا غاديين في الطريق اللي هو صحيح، وأن فعلا راه نجحت هما عندهم، ولكن في الحيوانات الحاملة للمرض باقي ما وصلناش الإنسان. علاش؟ لأن منين تتشتغل وتتعطيك النتيجة إيجابية في هذه الحالة هذه تيبقى لك أنك تشتغل على الأعراض الجانبية ديال المرض، وعلى يعني لا توكسيسيتي، على السموم فيما يخص هل فيه شي حاجه اللي هي سامه اللي يمكن تقيس بلايص اخرين او لا. الحمد لله تنشتغلوا على هذا الميدان هذا، وفي نفس الوقت ما حبسناش. علاش؟ لان بدينا تنكتشفوا كذلك لقاحات اخرى. علاش؟ لان خصنا كل ما زدنا الامام، كل ما اكتشفنا لقاحات جديده، كل ما طورناها اكثر فاكثر، كل ما تنقلصوا من ذاك يعني الاعراض الجانبيه، كل ما تجي شي طريقه اللي هي كتكون كتزيد تسهل الامور اكثر. فالحمد لله الى حد الان عملنا مجموعه من اللقاحات اللي هي مجموعه منها نجحات، واخر واحد اخر جوج اللي كان عملت هو في المؤتمر، واحد اللي كنت قدمت في المؤتمر العالمي ديال الزهايمر في تورونتو في كندا هذه السنه هذه في جوي اخر جوي اخر يوليوز، قدمت لقاح اللي هو خاص بالصفائح الهرميه، واللي اشتغلنا فيه انا والاستاذ توما ويسنوفسكي من هنا من نيويورك، وكذلك مجموعه من السويد. وكان هذا بواحد الطريقه اللي هي جد جديده اللي هي الافيبادي، وعلى صعيد الحيوان اشتغل. كذلك في المؤتمر الاوروبي نتاع النورولوجي اللي هو كان في امستردام، اللي كان في سبتمبر يعني في شهر شتنبير اللي فات، ما بين 21 و 23، كنت تشرفت باش نكون رئيس المؤتمر كموديراتور ديال المؤتمر، كرئيس المؤتمر وفي نفس الوقت ديال هذا المؤتمر الاوروبي نتاع النورولوجي، وفي نفس الوقت كنت كذلك عضو ديال اللجنه التحضيريه ديال المؤتمر الاوروبي نتاع النورولوجي، وكذلك اخترت كخبير باش نعطي اول محاضره كوم كينوت سبيكر في هذا المؤتمر هذا. كذلك في الاخير ديال المؤتمر كان هناك اوورد فيما يخص الأحسن عمل قدمة في المؤتمر الأوروبي. الحمد لله حصلت على أول أورد في المؤتمر اللي تعطى ليا، لأنه قدمت لقاح جديد، قدمت جوج لقاحات جداد، والحمد لله حصلت على الفيرست برايس في هذا المؤتمر هذا. فهذا اللقاح كان قدمت أولا على لقاح جديد اللي هو عبارة على واحد مضاد ديال الجسم اللي هو تنعطيه الحيوان، وهذا المضاد ديال الجسم تيمشي في الدم وتيبدا ينقي في ديك الخلايا اللي هي بدات تموت، فتحيدها ما تخليهاش باش تطلع تولي تموت الخلايا، تولي بحال تيحافظ عليها.
ما تتموتلكش الخلايا كما كان من قبل، من تعطيه قبل ما يجيك هذاك الترسبات ديال البروتين تو، ما تخليهاش تدير ترسبات، وما تخليهاش باش تدوز من داك الميكانيزم باش توصل ديك الترسبات. الحمد لله كان وقائي جميل. وكذلك لقاح ثاني هو وهذا اللقاح عطى نتائج زوينه. علاش؟ لان عطى نتائج جيده، واللي هي طرحتها في المؤتمر. وفي نفس الوقت كنت اشتغلت كذلك على الخلايا الجذعيه اللي هي ستيم سيل. كما هو معروف ان ستيم سيل بدات تخلق واحد الثوره في العلم، وخاصه انها بدات تستعمل في امراض مختلفه. وكذلك بالنسبه للاعضاء، بالنسبه لكل شيء، كيمكن لك من الستيم سيل كيمكن لك تقول اشياء اللي هي عجيبه، سبحان الله العظيم، حاجه جديده في العلم كتطور. انا بالنسبه ليا ستيم سيل استعملتها باش نشوف هل ستيم سيل كيمكن ليها تكون شفاء بالنسبه للالزهايمر. كيف؟ هو انك تيكون عندك الحيوان عنده المرض، والا جيت نعطي له من المخ، ندخل من المخ ليبرا ونعطي له، نحط الستيم سيل داخل المخ في اماكن مختصه، راه تيمكن تنجح العمليه. وداروها بعض الاخوان ونجحت، ان تيمكن لك تعطي الخلايا الجذعيه هكذا، وتتعطي ان سيرتان، تعطي واحد ليفي، واحد تعطي واحد ليفي كاجوبه. الوغ انا شنو درت؟ جيت من الكاروتيد، يعني جيت من الكاروتيد ودرت لانجيكسيون. الوغ ملي كدير، ملي انت تدخل الخلايا من تما، شنو تيوقع لك؟ تتبقى لك لا بارير ايماتونسيفاليك خصها تحل. اذن عطيت ليها المانيتول باش كتحل لمده 10 ديال الدقائق، فهذيك 10 دقائق كافيه يعني باش ندخل انايا الخلايا الجذعيه. والحمد لله لما تدخل تتسد، اذن تتمشي الخلايا. الوغ شنو لاحظنا؟ ان من بعد شهر الحيوانات اللي هما خداو هاد الخلايا الجذعيه، درنا لهم دي تيست دو كومبورتمون، نشوفوا واش فعلا هذاك الخلايا عندهم انيفي ولا ما عندهمش، مقارنه مع الحيوانات اللي ما خداوش الخلايا. لقينا بان الحيوانات اللي خداو هاد الخلايا هذه، بان تيفكروا مزيان، تيديروا تيست كومبورتمون، تيدوزوه مزيان، وبان الحركه عندهم رائعه مقارنة مع الاخرين اللي مرض وما عطينا لهم ستيم سيل، تيديروا اخطاء كثيره مقارنة مع الاخرين. ولما درنا التشريح ديال المخ وحطينا كذلك نشوفوا لا باثولوجي في المخ ديال الحبائك، الصفائح الهرمية اللي هما لي بلاكسينيل، الصفائح الهرمية، لقينا بان عدد ديال الصفائح عند اللي تعطى لهم الخلايا نقصات مقارنة مع الاخرين اللي ما خداوش الخلايا. إذن كاين شي حاجه في هذه الخلايا اللي هي تتفرز وتتلعب دور باش تدير هذه التنقيه هذه. فهذا نوع الترناتيف ديال ثيرابي، يعني ديال 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 النوع ديال العلاج اللي كيمكن يدار فيما يخص المرض الالزهايمر. شي حاجه اللي هي جديده لاول مره تدار بالكار من هذه الجهه هذه، واللي هي ممكن دار الانسان مستقبلا بهذه الناحيه. ماذا عن الزهايمر في المغرب؟ واش كاين شي انتباه ليه ومعرفه انه راه مرض قاتل؟ واش كاين استعداد ليه يعني علميا ومؤسساتيا؟ شكرا على هذا السؤال هذا، لانه سؤال مهم جدا. اولا من هذا المنبر كنشكر الجمعيات المغربيه اللي بدات دابا في المغرب مؤخرا، واللي بدات تخدم هذه سنوات، بداو تيخدموا كجمعيات لمرض الالزهايمر لمساعده اسر مرض الالزهايمر وكذلك مرضى الزهايمر. هاد الجمعيات تيلعبوا واحد الدور زوين. علاش؟ لانهم تيديروا اكثر من الجهد ديالهم، اولا باش يعرفوا بالمرض، ثانيا تيساعدوا العائله ديال المرضى والمرضى نفسهم، تيعطيو لهم بعض الشروحات كيفاش يتعاملوا، وتيديروا اكثر من الجهد ديالهم باش يعرفوا في المغرب بان راه عندنا الزهايمر. وكذلك مؤخرا اللي هي شيء جميل وشيء اللي هو يشكر عليه، ان صاحب الجلاله نصره الله انه دشن اول مستشفى يومي اللي غادي يكون في المغرب خاص لمرضى الزهايمر. وهذه راه شي حاجه اللي هي سابقه، شي حاجه اللي هي لاول مره كيثير الانتباه بواحد الطريقه جد ذكيه لهذا النوع ديال الامراض اللي هي فعلا مرض خطير جدا. الغريب في الامر هو ان هذا المرض كاين في المغرب بكثره.
ما كنعرفوش الاحصاء، ما يمكنش نقول لك حتى شي عدد بان راه عندنا هذا العدد في المغرب، لان ما كاين حتى احصائيات اللي هي منشوره علميه عالميه مدققه. كان من المفروض، كان من المفروض، وهذا من الاشياء اللي هي هذا الشيء علاش حنايا فيما يخص القطاع ديال الصحه ديال المغرب، يعني كي ماشي من المعقول انه يكونوا اساتذه مختصين في الابيديميولوجي انهم تيعرفوا ستاتيستيك، وفي مجموعه ديال المندوبين اللي هما تيخرجوا للخارج تياخذوا دروس خصوصيه في الابيديميولوجي، يعني تيصيفطوهم لدروس ولمده شهور، ولكن منين تيتكون خصو يرجع انه يشتغل. فلما يرجع خصو يبدا يدير احصائيات الامراض اللي هي موجوده عندنا في المغرب. اذا حنا المشكل اللي عندنا هو ما عندناش، باقي ما وصلناش باش اننا ندخلوا في كل سبيطار يكون لو نومبر ديال لي مالاد اللي كاينين في مرض معين، كمثال السرطان، الكونسير، هيبرتونسيون، اي حاجه، اي مرض معين، كل مرض في كل سميتو يكون لو فايل ديالو، يكون عنده واحد الملف ديالو، ويكون عنده في الكمبيوتر داخلين بالداتا بالاسماء والامراض اللي عنده والامراض اللي معها، باش هذا كيمشي لعند واحد الكمبيوتر سونترال باش كتجمع كل هاد النتائج هادي، باش كنقدروا نحصيو على الصعيد المغربي شحال عندنا من هاد المرض في المغرب، شحال العدد ديالها، شحال ديال العدد ديال هاد المرض، شحال العدد ديال هاد المرض. منين تنعرفوا هاد الحوايج هادي، اذا الدور ديال وزاره الصحه شنو هي؟ هي تتشوف ديك الامراض اللي هي الفتاكه اللي تتدي لقتل الناس بسرعه، تتعطي لها الاهميه الاوليه لان هي اللي كتدي الناس بزاف. اذا انت ما عندكش هاد الارضيه ما بانيهاش، ما عارفهاش، كيفاش غتجي غتبقى غير زيد في هاد الدواء نقص في هاد الدواء زيد في هاد، يعني كاين شي حوايج اللي تيداروا مزيان، ولكن المستشفيات كذلك شوف التجهيز ديالها، شوف الاطباء نقلهم لو يمشي، راه هذا ماشي الدور. راه الدور هو ان خص يكون عندنا خبراء في المغرب في الميدان الصحه. وجامعيا كاين شي الجامعيين، هنا كيبقى السؤال، دور الجامعه هو ربط الجامعه، حيت لان شوف عندنا ما يسمى بالتعليم العالي والبحث العلمي. لما كيكون التعليم العالي والبحث العلمي، اذا خص يكونوا ابحاث كما كتكون في الجامعات العلميه، سواء في البيولوجي او الجيولوجي او الفيزيك او الكيمياء او حاجه، خص يكون حتى في كليه الطب يكونوا ابحاث، ولكن ما تكونش ابحاث اللي هي بسيطه كلينيكيه، خص تكون ابحاث بمعنى الكلمه ديال المختبر. حنا لحد الان ما عندناش هاد الابحاث في المغرب، ما كدارش، ما كايناش، ما يمكنش نبقاو حنا دائما، حنا لحد الان باقي ما تنعرفوش شكون هما الجينات اللي هما الوراثيه اللي عندنا في المغرب ديال غير مرض الالزهايمر كمثال، ما معروفينش، ما عندناش، ما كنعرفوهمش. اذا عندنا واحد النقص فيما يخص كيفاش نبنيو هاد المنظومه الصحيه بالاساس ديالها الحقيقي، ونربطوها مع التعليم العالي والبحث العلمي. لان اي وزير، وزير لما تيكون وزير راه ماشي باش يزيد في الكراسة او لا يزيد في الجامعه او لا يزيد في الحياه الجامعيه، لا، المنظومة العلمية تطلب من هذا المسؤول هو البحث العلمي والمواضيع اللي غيبحثوا فيها، وكذلك قيمة ديال داك البحث وشنو غادي ترجع للبلاد بالنفع. لأن البحث اللي تدير بلا ما يرجع للبلاد بالنفع، أولا غير باش تكتب واحد المقال، ولا باش تكتب واحد تكون عندك ميموار وتمشي صافي تخرج هكا، ما تيتسماش بحث، خص يكون بحث عنده هدف. كنتمنى ان هذا الحوار هذا يكون فيه فائده للخبراء والمختصين والمهتمين، وكذلك للمتابعين لهذا المرض الخبيث الزهايمر القاتل. وكنشكروا نيابه عن قراء وتتبع اسبريس البروفيسور والاستاذ الباحث السي علال وتجنقوت، وكنشكروك مره اخرى، وكنتمنى لك التوفيق في المجال العلمي والبحثي ديالك. الله خير وبالتوفيق ان شاء الله، وجزاكم الله خير على هذه الزياره، وانا تحت الامر في اي زياره ما شاء الله، يعني برنامجكم دائما هيسبريس متفوقه، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق.